تحسيت على هادشي. واش هاد الدجاج مريض ولا شنو؟ لا لا ما درتش، لا انا مريض، انا مريض ما والو، المالي راه الماء ما كاينش. هادي الطريقة باش تريشو الدجاج. اه باش يدير لنا ما كاين ما بيدير لنا والو. أميلاد أتعرفتي هدرنا؟ ما عندكش الماء هنايا فهمت؟ ما كاينش الماء وما كاينش. منين تجيب الماء؟ نمشي نسقو واحد الروبين راه كيجي مخرج من الحوت. ما كاينش شي حاجة علاش دير هادشي؟ ما كاينش فاش بكاين؟ ها؟ فاش كاينش فاش بين نديرو؟ شنو هاد الحالة هادي؟ شنو هي هاد المشكلة هادي؟ الله شوف الماء ما كاينش. الروبيني خرج من 6 كيلومتر الروبيني. ويني هادي هادي راه ما هي حالة ديالك باش ناكلو هاد الشيء هكا داير، راه مصيبة هادي، راه كارثة، راه هادي راه ما هادي راه المرض هذا، راه حنا تهلكنا في هاد في هاد الناس، راه كاين اللي خاسر على ولادو قربالة ديال الفلوس، وحتى شوف هادي على هادي تقدر أنت تشوفها وتاكلها دروك. باقي أنا ما باقيش ندي الدجاج، صافي الدجاج ما باقيش نشريها أنا من هنا، لأنه شفت هاد الأمور هادي أول مرة كنشوفها بعدا هادي، على هادي ما خصهاش تكون هادي هادي. علاش تتكون هذه المصيبه هذه؟ وحنا اش حنا؟ واش حنا مواطنين ولا عازبين؟ هذه ما خصهاش تكون هنا، راه خاص هاد الناس يردوا البال لهذا الشيء ويصاوبوا للناس هاد الطوابل هادو فين ويكون نقيه وتكون المراقبه ويكون عندهم الماء، لانه حنا كنفتشوا كيقولوا لنا ديروا الكمايم ديروا كذا ديروا هذا، اش من كمايم ولا من كذا؟ حنا كنطلبوا المرض من هنا ديري. اشنو هاد المصيبه هذه؟ هذه ما هي حالات. وهذيك كنتي قلتي لي على دوك الناس اللي كانوا يتخلصوا ياك؟ اه هذاك بالنسبه لجوج الاشخاص انهم خارج الجماعه وجاو تياخذوا. لا الرئيس هذاك الله اعلم، الرئيس حنا واخا نقولوا هذا الشيء ما عندناش، الرئيس اللي جابهم بيشوف زعما يشوف شحال يدخلوا هادو وشحال يدخلوا هادو، واخا انهم خارج الجماعه. لا المهم يعني ماشي موظفين، هما جاو من على لا هما خدامه. واش كيدخلوا خدامه؟ الرئيس اللي غادي هما اللي وقفهم هو اللي وقفهم وبيشوف زعما بيجرب السوق شحال غادي يخرج وشحال كانوا هذوك خدامين بحال قال شك فيهم. الرئيس كان كاري السوق واحد الميزانيه ياكي وديك وهذوك الناس سلموا في السوق جات له كروش غادي يخطوا فيه وهو يدي هذوك الناس بيشوف شحال بيجمع في السوق وشحال كانوا يجمعوا. هي باع يدير كتجربه للسوق شحال تجربه تاع السوق. تجربه ديال السوق. جاو غير مره واحده ولا جاو ثاني؟ ماشي مره واحده. ولكن ما يمكنش شتي هذاك الشيء ما عمر السوق نديروا ليه التجربه وتجينا هي هذه. السوق اليوم غادي تدخل ليه بهايم كثيره اكيد، والسوق الاخرى ما غاديش يجيبوا الناس بهايم، والسوق الاخرى ما تجي ثاني بالفايض، والسوق الاخرى ما تجي قليله. المهم هو السوق عمر ما يتقاد هذيك التجربه. ما على ما بلغنا ان ذوك الناس ملي كانوا تياخذوا ديك التيكات يعني ذوك التذاكر ما كانوش تيقوموا بالاتلاف ديالها. لا 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 كانوا تيجمعوا. لا ماشي هذاك هو. لا السوق عمل بهايم، عمل بهايم، عمل بهايم. نهار يعمر السوق ويكونوا بهايم كيشدوا ذاك الشيء، ونهار ما تكون بهايم ما عندهم ما يديروا. كاين بعض الوقت ما كتكونش بهايم كثير. كاين السوق اللي ما يدخلوا ممكن يدخلوا السوق 200 بهيمه. اييه ولا 1000 ولا 2000 في النهار. هادشي علاش؟ ماشي على هذاك الشيء. ما الرئيس هذيك ما دار فيها والو. كان كاري السوق هادوك فاتوا للسوق ما تلوبوش. جاب هادوك باش يشوفوا شحال كيجمعوا في السوق. باش هو المداخل ديال السوق. المداخل ديال السوق. غير يجيب هادوك ما يجيب الموظفين. علاش؟ الموظفين لان هما الموظفين. ودابا هو هادوك غادي داك الشيء اللي كاين يقولوه ليه. اييه داك الشيء اللي يجمعوا داك الشيء اللي كاين يقولوه ليه. يعني هذا هو السبب علاش؟ هادشي علاش؟ ما هذاك ما فيها والو هذيك لا لا. هذاك الشيء جايز ما كل شيء ديما انا ديما تندير ديما الدجاج ديما تندير يلا دير انت الضغط وكذب عليك هو غادي يجي انا غادي يشوف من هناك يعني الا ما ديتيش من هنا ما غادي يعمل لنا اللحم غادي كلها هو السيما تندير منه هو السيما.